السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات لاباس عليكم، كيف كنتم؟ مزيان. كنتمنى تكونوا في أسعد الأوقات وأطيبها، وكيتجدد اللقاء مع دائما في واحد الفيديو جديد اللي جبت لكم فيه واحد الشوربة غزالة بزاف، اللي هي الحريرة المغربية اللي كلشي كيعرفها ومشهورة بزاف. بقاو معايا باش تشوفوا المراحل طريقة التحضير. كنحتاجو في المرحلة الأولى واحد 7 مطيشات ولا 8. هنا القرفص عندي مشروك مع المعدنوس، حمص واحد الكاس كبير، واحد البصله كبيره مشلضه، خرقوم، فلفل اسود، وزعفران. هذو هما المكونات اللي كنحتاجهم. واحد نصف كاس من الزيت يكون صغير. كنبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. كنحطو ديك البصلة، طنجرة الضغط، كنزيدو عليها الحمص. الحمص خص يكون فازق قبل بليلة. كنزيدو عليها الكرافس والقزبور والمعدنوس عفوا، كنزيدو ديك نص كاس د الزيت، فلفل اسود، خرقوم، والزعفران. كنضيف مطيشه، انا هنا طماطم كنضيفها صحيحه مع تدويره الطيب، حيت نطحنوها من بعد. واللي بغى يحكا كيحكي، يعني كيبقى اختيار ديال كل سيده. كنزيد الماء الكافي باش طيب لنا ديك التدويره ديالنا. وكنقفل على الكوكوت لمده ديال الساعه ونص، تطيب لنا مزيان. نقفل انا على الكوكوت ديالي وندوزو للمرحله الثانيه. كنحتاج لها شويه ديال الشعريه والمحمصه مشروكين، 7 المعالق ديال الدقيق الابيض، معدنوس دقيتو تما مع الملحه، وعلبه ديال الطماطم المركز. كناخذ واحد كاس كبير ونصف الكاس ديال الماء، كنضيف عليهم هذوك 7 المعالق ديال الدقيق، وكنطحنهم مزيان. خصنا نحصلوا على واحد الخليط ما يكونش متكتل، يكون متجانس، باش ملي كنزيدوا على الحريره ديالنا ما كيتعجنش. خديت انا ديك مطيشه ديالي بعد ما طابت ليا التدويره، كنطحنها. انا كنفضلها هكا، اللي بغى يحك المطيشه ديالو او الطماطم ويضيفها ما كاين حتى شي مشكل. انتما كتشوفوا المقدار المهبط بزاف، عاد كنزيدو عليه مطيشه من بعد ما غلات لينا الكوكوت. كنزيدو ديك العلبه ديال الطماطم المركز، هذاك القزبور اللي كنت دقيتو انا مع الملحه، كنحرك داك المكونات مزيان حتى كتجانس ليا. صافي، كنزيد الماء ونخليها تغلي.
من بعد ما بدات تغلي لينا الطنجره ديالنا، زدت ليها داك الشعريه والمحمصه، كان اللي كيدير الروز كيبقى اختياري. زدت ليها داك الطحين اللي طحنت انا مع الماء، كاين اللي كيبغي يدورها عاوتاني بالخضر، كتجي واعره كتجي رائعه. كنبقى انا كنستمر في التحياك لحقاش داك الطحين كيتكتل، خصني ما نحيدش يدي واحد الفتره. هي بمراحل بسيطه بزاف كتكوني حصلتي على حيره رائعه لذيذه المذاق في هذا البرد، كتجي خفيفه على المعده، ما كضر ما والو. صافي نخليها انا تغلي، نخليها كتغلي مزيان حتى كتحيد ديك الكشكوشه اللي الفوق. نتلاقاو باش نوريكم الطبق النهائي. ها هي البنات الحريره ديالنا بعد ما وجدات، كتجي رائعه ما نوصف لكمش المذاق ديالها. والحريره حصلت على شهاده ديال ناس بزاف من داخل ارض الوطن وخارجها. كنتمنى تعجبكم، ما تنسونيش من لايك واشتراك.